كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن نقص إمدادات البنزين في مستودعات مدينتي تبرق وسبها، مشيرة إلى أن مخزون البنزين في مدينة بنغازي يغطي استهلاك 16 يوماً مقبلة. وأضافت المؤسسة في بيان لها أن مخزون خام الديزل يتوفر بكميات تكفي لثلاثة أيام في بنغازي وأربعة أيام في تبرق ولمدة 11 يوماً في سبها. وأوضح البيان أن استراتيجية غاز الطهي في سبها انتهت تقريباً، مشيراً إلى أن بنغازي لديها مخزون يكفي لنحو أسبوع، فيما تمتلك تبرق ما يكفي حاجتها لمدة أربعة أيام. وكشف البيان عن تراجع الإنتاج النفطي إلى 187.3 برميل يومياً فقط، مشيراً إلى وصول الخسائر إلى أكثر من 931 مليون دولار بسبب مواصلة إغلاق الموانئ والمؤسسات النفطية. من جهته أعلن ميناء بنغازي البحري قيام قسم تزويدات السفن بشركة البريغا لتسويق النفط بتزويد سفينتين بأكثر من 445 ألف لتر وقود. هذا وزود الفريق السفينة أولوبو بمائة وسبعين ألف لتر من منتج الزيت الثقيل وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعين لتر وقود ديزل حسب ما أوردته إدارة الميناء اليوم الأربعاء. كما نفذ الفريق العملية نفسها مع السفينة أنوار الخليج التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث زودت بمائتين وأربعين ألف لتر من منتج الزيت الثقيل وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعين لتر وقود ديزل في ميناء البلاد وفقا للمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية الخاصة بالوقود. يأتي ذلك على اعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي، أكبر منتج ومستهلك للنفط عالميا، والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة المعلومات الطاقية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 2.9 مليون برميل مقابل 3.5 مليون برميل، تزامناً مع الجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا وفرص إقدام أوبيك وحلفائها على توسيع خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض النفطي العالمي.